لا لا لا، مش لازم تكون رسام ولا خطاط ولا بتعرف تلون ولا بتعرف تتشقلب علشان تبقى جرافيك ديزاينر، ولكن هلو، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين ومبسوطين وحلوين. كتير قوي بيتسأل سؤال، هل لازم اكون بعرف ارسم او خط حلو علشان اكون جرافيك ديزاينر شاطر؟ الصراحه الاجابه لا، بس انا حبيت النهارده ان انا اتكلم عن الموضوع من منظور اوسع من كده شويه. غالبا اللي بيسأل السؤال ده بيكون حد لسه في البدايه او لسه بيتعلم جرافيك ديزاين او مبتدئ نوعا ما، وممكن يكون شاف ديزاينرز بيعملوا شغل خرافي جدا ويكون نفسه يعمل زيهم، ولكن ما بيبقاش عنده القدره انه يميز هل الحاجات دي فعلا مرسومه ولا مش مرسومه. وحتى لو هي مرسومه، هو بيبقى متخيل ان هو ده بس الجرافيك ديزاين، وانه لازم يكون بيعرف يرسم علشان يبقى ديزاينر. لكن الحقيقه عكس كده، لان الجرافيك ديزاين علم زي اي علم له كتب ونظريات وقواعد واسس. لو انت ما عندكش اي موهبه ومشيت على القواعد دي، هتطلع حاجه وظيفيا مظبوطه وما فيهاش اي مشاكل، ولكن ده لفتره معينه اللي هي الفتره بتاعت البدايات، اللي انت لسه بتعلم فيها، لسه بتجرب، لسه بتعرف ايه هو الجرافيك ديزاين، تبدا تستكشف نفسك فيه، تجرب البرامج، تتفرج على توتوريالز، تقلد ناس معينين وتجرب انواع شغل مختلفه. الفتره اللي في الاول دي كلها لو انت بتاسس نفسك كجرافيك ديزاينر في الاول. لكن بعد الفتره دي انت لازم تدور على الحاجه اللي هتفرق بيها عن غيرك. لازم يكون عندك مجال جنب الجرافيك ديزاين انت تكون مهتم بيه وتحاول تستخدمه وتطوعه علشان يفيدك في الجرافيك ديزاين. الحاجه دي بقى ممكن تكون ملهاش علاقه بالجرافيك ديزاين خالص، رسم مثلا انت بتحب ترسم، او تتعلم رسم علشان تستخدمه في الجرافيك ديزاين، تتعلم خط مثلا عشان تستخدمه في الجرافيك ديزاين، ممكن مثلا لو بتحب التصوير الصور اللي انت تصورها تستخدمها وتعمل بيها ديزاينز او تدخلها في ديزاينز. لو انت بتحب مثلا رياضه معينه ممكن تبدا تعمل لها ديزاينز، في ناس كتير بقى بتعمل ديزاينز للكوره والحاجات دي. مجال معين انت حابه ومش ناس كتير بتتابعه، ممكن تكون انت بتتابع التكنولوجيا مثلا او بتثري نفسك فكريا وبتنمي شغفك في اتجاه مجال معين، ممكن يبقى الديزاينز بتاعتك متمحوره حواليه او انت مميز قوي في الديزاينز اللي ليها علاقه بالمجال ده، خصوصا انت كمان بتحبه يعني. فتبقى الشخصيه بتاعتك كده شخصيه متكامله على بعضيها، هيتقال بعد فتره ان فلان الفلاني ده ديزاينر اللي هو بيحب كذا او بيعمل كذا او مشهور بكذا. فاهم قصدي؟ انت حتى لو بصيت على اي ديزاينر شاطر وبتحب الستايل بتاعه، هتلاقي دايما عنده حاجه مختلفه كده غير الجرافيك ديزاين، ممكن يكون بيعملها لوحدها تماما بس بتصب دايما او بيبقى ليها مردود كده على الديزاينز اللي بيعملها وبتدي لها احساس ورونق مختلف. الخلاصه، مش لازم تكون رسام او خطاط علشان تكون جرافيك ديزاينر شاطر، ولكن بعد فتره معينه لازم يكون ليك مجال تاني انت مهتم بيه علشان تكون ديزاينر مميز. سلام عليك. سلام علي. حكم بقول حكم. وبس كده انا خلصت. اتمنى تكون الفكره وصلت بشكل لذيذ، يعني فيديو كده ايه على الطاير كده سريع. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان ناس تانيين يعجبهم الفيديو يعملوا لايك وشير للفيديو وكده اهو. وقول لي رايك في الكومنتس، انت شايف الموضوع يعني وجهه نظرك ايه في الموضوع؟ هل احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا موهبه او حاجه معينه شاطرين فيها قوي جنب جرافيك ديزاين عشان نكون مميزين، ولا عادي ممكن اكون متخصص بس في الجرافيك ديزاين وهبقى شاطر فيه والدنيا زي الفل؟ ولو انت بتتابع ديزاينر مثلا انت حابب شغله وهو عنده حاجه مميزه جنب الجرافيك ديزاين بيعملها، برضو قول لنا في كومنتس عشان نتفرج عليه. ومتنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، وتابعني على الحسابات بتاعتي هتلاقيها في الديسكربشن. وبس كده، هتلاقي بقى الفيديوهات بتاعتي هتظهر في مكان ما، لو انت متفرجتش عليها اتفرج عليها، هتلاقيها يعني موجوده، هتظهر في مكان ما هنا كده. بس يلا سلام. اصعب مرحله في الرحله بتاعت اي لوجو هي مرحله الفكره. بقالي حوالي اسبوع شغال على الايكون، بس للاسف مش عارف اطلع حاجه، خصوصا لو عايز اللوجو يكون شكله بسيط وفي نفس الوقت يكون عميق وبيوصل معاني كتير.